بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، ربنا اهدنا وراجبنا واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا امين يا ربنا يا كريم. اما بعد، السلام عليكم ورحمه من الله وبركاته مرضى. الان نتناول ايه 17 من سوره السجده. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني نفسنا الطيبه الزكيه ما عندهاش القدرة على التنبؤ بما سيحدث لنا في نهاية المطاف، خاصة الحياة الطيبة وروضات الجنة في أثناء الحياة البرزخية وحسن البعث بدون غير خوف وظل العرش لصنوف ثمانية ولا سبعة من أحباب الله سبحانه وتعالى وأهل المجر. نعم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من أسباب الفرحة الحقيقية لا الوهمية والسلام.